هذا اللقاء اللي كتشهدوا اليوم فضاء ديال الجامعة الدولية ديال أكادير، مشكورة لاحتضان هذا اللقاء. يدخل في إطار الأنشطة ديال رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين، اللي في إطار تهيئ النموذج الاقتصادي الجديد الذي نادى به جلالة الملك. والحزب بطبيعة الحال اليوم في إطار واحد الجولة على المستوى ديال الجهات للتقرب من الفئات التي تشتغل في الميدان الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، لأخذ آراء هذه الفئات لبلورة تصور فيما يخص هذا النموذج الذي يعني لم يصبح يعني يتماشى مع الوضعية الاقتصادية والذي يتطلب هذا العصر. اليوم الحضور ديال رؤساء الجماعات ديال الفاعلين الاقتصاديين في المجالات ديال الفلاحة ديال البناء ديال الصيد البحري كان مهم، وآراؤهم كانت مهمة، وسوف تؤدي لا محالة في إطار الورشات اللي غتفتح الآن إلى يعني خروج بتوصيات منبثقة من الواقع. اليوم الجهة ديالنا كتساهم فيما يقرب من 70% من يعني من الغداء ديال المواطنين، بالخصوص في الخضار والفواكه واللحوم، تساهم بأكثر من 10% في الاقتصاد الوطني. مع الأسف كنا في المرتبة الثانية على المستوى الوطني، الآن تقهقرنا إلى المرتبة السادسة، وربما لا قدر الله أن نصبح في المرتبة السابعة. إذن هناك علامة استفهام كبيرة. لذلك نحن كحزب الاستقلال في المعارضة الوطنية الاستقلالية لبناء نبحث على حلول عوض أن يعني ننتقد الحكومة في يعني انتقاد سياسوي. نحن ننتقد وكذلك نأتي بالحلول التي تأتي من الفاعلين الحقيقيين.